طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة إن شاء الله مع المحاضرة 9 إن شاء الله من تدريب مدربين، ودي تاني محاضرة لمناقشة العروض بالنسبة لحضراتكم. إن شاء الله هنبدأ النهاردة بأخت جمهورية. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن هول الشهوات إلى جنات الكربات. اليوم كان عندنا تدريب المدربين. أقدم أول شيء شكري إلى الاستشارة الدولية هند ماهر عبد الفتاح للجهود اللي بذلتها خلال الدورة كاملة. موضوع اليوم هو التدريب لابد تدريب الأطفال، تعليم كيفية تعليم اللغة الإنجليزية، تدريب اللي هو أري جمهوري عباس من العراق، بكالوريوس اللغة الإنجليزية آداب إنجليزي. فموضوعي حول أول شيء ثابت تدريب ندرب الأطفال كيفية اللغة الإنجليزية. لابد أن نرجع إلى التدريب. التدريب عبارة عن تحسين السلوك كما تطرقنا له في الدورات في بداية الدورة، وخطاب العقل والميزان كل ما يحمله من التدريب. فالطفل يتدرب ويرتقي وينمو وهو صغير لكي يصل يتعلم، وهو في من هو صغير يتعلم الأم والأب في النطق وينمو وتنمو معه قابلياته وينمو معه. فالتدريب هو عبارة تنقية من الشوائب. فأنا أتطرق هذا اليوم إلى كيفية تدريبه. اكتشف الطريقة في تدريس اللغة الإنجليزية Total Physical Response. اكتشف البروفيسور الأمريكي جيمس أشر، وهي عن طريق جعل واستخدام الكارتات. أولا بيئة التدريب اللي طرقنا لها هي الصف، هنحط بالونات وهنحط نستخدم الصور والجيوب، الجيوب الكرتونية وكذلك الأشياء المجسمة اللي هي 3 dimension، يعني نستخدم العروسة والطائرة ونقول له في الطالب مثلا نقول له شو مية دور ونبدي في الصف اللي هي البيئة، وبعدين الجراوند، الفلور، بلاك بورد، جو تو ذا بلاك بورد عن طريق الحركات الإيمائية، لغة الجسد، إضافة إلى اللي يؤدي الحركة، هنقوم هنا تصفيق وأدية وتشجيع موتيفيشن إلى الطفل. فهذا هنستخدم احنا نعلمه مفردات اول شيء، فوكابيولاري هسرع عنده مجموعه من الكلمات، وبعدين ندخل الكلمات في جمل. اول شيء نقول له وير ذا ويندو، شو ذا ويندو، هاي هنأشر له الطفل هيعرف انه هذا ويندو. بعدين لسان أشر له انه هذا شمس، اضافه الى الصور. فبهاي الطريقة يكون الطفل إيه هاي طريقة التدريس. هاي نوع من أنواع محمد، نوع من أنواع عدة طرق، لكن هذه
طريقة أثبتت كفاءة، وأني جربتها أثناء ما كنت أدرس بالبرزنتيشن الماجستير مالتي طريقة ناجحة، ويعني أخذت عليها درجات كاملة وطبقتها من خلال تدريب الأطفال. الطفل هاي نعم تعتمد هذه الطريقة على لغات الجسد، لأن تعتمد على لغة الجسد. إضافة إلى ذلك نقوم إحنا نأدي حركات ونغلب إلى أناشيد يستفاد من كل، فيستفاد الطفل منها ويقوم يحفظ بدون أن نأثر، ونحبب اللغة إلى نحبب اللغة إلى مثلاً عرض ثلاث كارتات، كارت فيه كار نحط سيارة كار، وبعدين نقول السيارة ماذا تفعل والطائرة ماذا تفعل، هاي بدون يصدرون أصوات، هذه الأصوات هي تساعدنا في تعليمهم. ومثلا fly your plane، dry your car. بعدين بعد ذلك احنا عند نهاية المحاضرة هنبدي احنا نراجع ما تعلمناه على شكل أغاني ومثلا and the sun is shining through the window, the sun is shining through the window, fly your plane, fly your car, kiss your girl, يعني طريقة حديثة ومع التصفيق. وبعد ذلك تم مثلا نوضع طالونات، هاي طريقة أخرى أريد نعلمهم مثلا الألوان، نشوف الألوان هنستخدم إحنا بالونات ملونة مثلا أحمر أصفر أخضر، إحنا نقول لهم أشر هذا بالون ريد، هذا بالون أخضر، بعدين نقول له مثلا put your hand in your pocket، ويتعلم البوكيت، إضافة إلى أعضاء الجسم، إضافة إلى كل أعضاء الجسم هكذا، هي ليك هيتعلم درس عندنا الجسم، درس تاخ نعلم هي الألوان، درس لاخ نعلم كل درس. هاي عندكم أي سؤال حول وهي تأمل فائدة واحد يقدر، لأنه الأساس الطفل هو أساس المجتمع وأساس التعليم، إذا تعلمنا الطفل وغرسنا في هذا روحه ونمينا فيه لغة حب للغة، هاي يصعد وهو في أعلى قمة يعني حب للغة. هاي تكون عيوب هذه الطريقة، ألم عيوب هذه الطريقة أنه أكو أشياء ما نقدر نشرحها بهذه الطريقة، لكن كطفل هيكون المدرس أكتيفيتي والطالب أكتيفيتي، ليش؟ إحنا هنقعدة على شكل كيرف، هاي يستمر هو. أول ما يدخل المدرس هيقول له stand up sit down اقعد مثلا روح، هيتعلم كل هاي الأشياء المفردات اللي يمكن ما يتعلم، إضافة إلى أنا بجيب لي A B C D E F G، هذا نعلمه إنه هاي، وبعدين نعلمه كيف يكتبها. عيوب هذه الطريقة ما تعلم الكبار، ممكن صعبة عليهم تقبل هاي الشيء، هذا هاي عيوبها، لكن هي كطريقة ناجحة نسبة
طبعا كل نسبة مشاركة المتعلم كل الموجودين لأن احنا ما نقول ستاند اب كلها يوقفون سيت داون ونقول وير از ذا جرين بالون نأشر طبعا هو في يعني ايه في مشكله بالنسبه طبعا الموضوع الوقت في مشكله بالنسبه مثلا الباوربوينت الباوربوينت برضه يعتبر مليان كتير مشحون كتير بالمعلومات بس حاسه يعني ايه يعني عايزه الكلام يكون ماشي مع الشريحه المعروضه يعني ايه المفروض المدرب مثلا الكلام يكون ماشي مع الشريحه المعروضه في نفس الوقت برضو ايه انا حسيت يعني ان انا مثلا انا اول مره مثلا اسمع المحاضره بس حسيت ان انا تهت في الاول يعني مش حاسه ان انا فاهمه يعني حاسه ان انا تايهه المعلومه تايهه مني فانا عايزه المعلومه توصل لي بسهوله يعني انا كمتدربه مثلا عايزه المعلومه توصل لي بسهوله اكتر من كده لكن طبعا هو بالنسبه للموضوع الموضوع رائع ومحتاج طبعا اكيد محتاج محتاج طبعا محاضرة أو دورة بالنسبة لحضراتكم إيه رأي حضراتكم يعني نقطة قوة ونقطة ضعف بالنسبة لأختنا الجمهورية ومحدش يقول لي كما تدين تدان إحنا قلنا إن إحنا بنستفيد من بعض وبنتعلم من بعض هو طبعا بالنسبه للعرض يعني هي دي برضو حاجه ترجع لشرحها هي ان هي مثلا تبقى بالانجليش او بالعربي مفيش مشكله اهم حاجه ان السلايدات كلها هي تبقى كلها عربي وتبقى كلها انجليش الا في المصطلحات فقط يعني في مصطلح في وسط الكلام مفيش فيه اي مشكله وهي التزمت بده حقيقه يعني دي مفيش فيها مشكله هي احنا قلنا بقى نقول نقطة قوة ونقطة ضعف هو بالظبط هي فعلا كانت مرتبكة شوية هي ممكن مرتبكة شوية ده شيء طبيعي علشان أول مرة مفيش مشكلة بس عادي يا أستاذ إمام احنا قلنا إن احنا بنوضح لبعض الامور كلها بحيث ان احنا نبقى واخدين بالنا ان هي استخدمت تشد الانتباه بطريقه الاغنيه كانت رائعه يعني ان دي حاجه هي متميزه فيها جميل طبعا يا اختي جمهوريه كانت موجوده معانا المحاضره اللي فاتت وعارفه ان احنا عمليه التقييم دي ليست تقليل من شان احد احنا بنعمل عمليه التقييم دي علشان احنا ناخد بالنا عشان انا وحضرتك وكل الموجودين في القاعة ايه يتجنب الحاجات دي ان هو يقع فيها لما يجي يدرب تمام لكن ده مش تقليل من تعبك اللي انت تعبتيه ولا تقليل من جهدك اللي انت قمتي بيه او بذلتيه بالعكس جدا يعني انا احنا قلنا عملية التقييم دي ما هي الا ان احنا ناخد بالنا خدي بالك يا هند خدي بالك يا جمهورية خدي بالك يا سهام خدي بالك يا استاذ عبد الله ان احنا بناخد بالنا علشان احنا ما نقعش مثلا كلنا ما نقعش في خطأ من الاخطاء دي نحاول ان احنا ايه لا نتخطاها نتعلم منها تمام بحيث ان احنا نكون افضل واحسن تمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احب اعرفكم بنفسي انا اسمي ابانوب ماهر نصيف طالب في كليه التجاره قسم المحاسبه الرابعه من جامعه طنطا حاصل على المقاله العصبيه المستوى الاول حصل على دبلوم التسويق الإلكتروني المعتمد من جامعة طنطا حصل على كورس الإكسل المحاسبي حضرت تقريبا دوت يعني الرقم دوت قديم شوية يعني أكتر من 200 ساعة محاضرة لايف وحضرت تقريبا 200 ساعة محاضرة أونلاين تمام كده أولا كده مين اللي عايز يعيش حياته صح؟ مين عايز أسرع؟ جميل جدا الله يفتح عليك الله ايه الحلاوة دي تمام
طيب في شروط اللي عايز يعيش حياته صح، لازم في بعض الأسئلة لازم إيه نسألها لنفسنا. إيه هي؟ هل أنا عايز أكون سعيد فعلا؟ مين اللي عايز يكون سعيد؟ مين اللي عايز يكون سعيد في حياته؟ الله، مين؟ طب مين اللي عايز يكون ناجح؟ تمام. طب مين اللي عايز يكون مرتاح ماديا؟ مين اللي عايز يكون غني؟ يحقق أحلامه المادية كله كده؟ طيب تمام. طب مين اللي عايز يملك عائلة نفسه فيها؟ مين اللي عايز يحقق حياته اللي نفسه فيها؟ كلنا رائعين. جميل جميل جدا، رائع. ماشي، هنتكلم بقى دلوقتي في دلوقتي 6 أنواع من البشر. في 6 أنواع من البشر. في نوع اسمه ده هو نوع عارف هو عاوز ايه، نوع تاني ده هو عارف هو عاوز ايه ولكن مش عارف يعملها ازاي، تمام. في نوع تالت عارف هو عايز ايه وعارف يعملها ازاي بس مش معتاد بقدراته. شكرا عليه يا جماعة. رابع نوع عارف هو عاوز ايه وعارف يعملها ازاي ومعتقد بقدراته وذاته لكن بيتأثر بكلام الناس سواء سلبي أو إيجابي. النوع الخامس عارف هو عاوز إيه، عارف يعملها إزاي، معتقد بقدراته كويس جدا وما بيتأثرش بالكلام الناس السلبي ولكن بالإيجابي فقط، ولكن بيحطم نجاحه بإيده. إزاي بيحطم نجاحه بإيده؟ إذا بيحطم نجاحه بإيده يعني مثلا إنه مثلا كسب عمل صفقة جامدة مثلا بيصرفها على حاجات هايفة بيضيع وقته على الفاضي، دوت بيسميه إيه؟ ما بيحطم نجاحه بإيده، تمام؟ أما النوع السادس بقى اللي إحنا كلنا عايزين نبقى زيه، هو عارف إيه وعارف يعملها إزاي، معتقد بقدراته، وبيتأثرش بكلام الناس السلبي ولكن بالإيجابي فقط، وأثناء نجاحه بيقيم ويعدل ويقع ويقوم تاني. وصف بقدراته. مين اللي عايز يكون رقم 6؟ جميل 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 جدا، ربنا يوفقك يا رب، رائع. تمام. طب مين الواحد او مين اتنين او مين تلاتة او مين اربعة؟ مين اللي شايف نفسه في الخمسة الاولانيين؟ بصراحة كده انت واحد يا عبد الله؟ وانت اسماء؟ تمام، برافو عليك يا آلاء، برافو عليك يا جودة، غزالة، جميل جدا، رائع، حلو دي يا نادر، ماشي 7، جميل ماشي، كويس. نيجي النقطة الثالثة، رقم 5، إزاي بيحطم أحلامه؟ بيحطم يعني اقول لك ازاي يعني بيحطم نجاحه بايده. يعني مثلا لو حد عمل لو مثلا شخص دوت مثلا كسب صفقه فلوس كتير معاه بيصرفها على الهيافه، ايه مثلا ما بي يعني ما ممكن ايه ما بيستثمرهاش بيضيعها فبيرجع زي الاول تاني، او مثلا ايه مثلا بيضيع وقته في كلام على التلفزيون مثلا قعدت على النت او فيس كتير بدون فايدة. يا رب أكون وصلت المعلومة. بيتغير بعد كده؟ أكيد بيتغير بس لو اشتغل على نفسه أكتر. تمام. نيجي النقطة الثالثة، ثلاثية النجاح والتميز. إيه هي ثلاثية النجاح والتميز ديت؟ ثلاثية يعني بتتكون من 3، أولا الأمل. إيه هو الأمل؟ بيتكون ليه اسم ليه تلات التفاؤل بالمستقبل، رؤية واضحة، والاعتقاد بالرؤية في قدراته. تمام. طب التفاؤل بالمستقبل ده بيجي ازاي؟ عن طريق الدعاء، عن طريق الاحتفاظ بالابتسامة دايما، عن طريق أناقة الملبس، وأن أكون مدرك تماما أن كل ما أريده أحققه. يعني اللي أنا عايزه أكون واثق جدا جدا
واثق في الله أولا، واثق في مواصفي وقدراتي، إن أريد إن أحققه فعلا. خطوة خمسة، تمام الثقة، يكون عندي ثقة ويقين أولا في الله ثم في قدراتي. ستة، لا تركز على النتائج. سبعة، امتلك خطة، لازم يكون عندك خطة. أدي كده التفاؤل بالمستقبل. رقم ب، رؤية واضحة. رقم واحد، الإدراك، لازم يكون أنا مدرك إن أنا بعمله، مدرك بالرؤية بتاعتي اللي أنا هحققها إن شاء الله. رقم اتنين، الوعي، لازم يكون عندي وعي بالرؤية الواضحة ديت، أحاول أنا أعيشها. يعني إيه زي ما بقول التأمل، يعني أخلي صورة الرؤية الواضحة قدامي دايما، وأحاول إن أنا أكني عشتها، إن أنا أكني حققتها فعلا وعشتها. رابع حاجة، أضعها بالفعل. يعني مثلا أنا مثلا عايز أكون رجل أعمال، أشوف رجال الأعمال بيعملوا إيه، بياكلوا إزاي، بيمشوا إزاي، بيناموا إزاي، بيتعاملوا مع الناس إزاي، وهكذا. كله بقى مقياس على كل واحد، حسب كل واحد، حسب إيه حلمه وهدفه اللي هو عايز يحققه. خامس حاجة، التقييم، لازم أقيم خططه إزاي، بخططه عن طريق الورقة والقلم، بخططه بسبع جوانب، اللي هي الجانب الصحي وجانب الجانب الروحاني والصحي والشخصي والاجتماعي والعائلي والجانب المهني والمادي. كل ده لازم يا جماعة بالورقة والقلم عن تجربة. خمسة، تقييم، لازم أقيم اللي أنا عملته ده كله، بعد كده أعدي واستمر. أهم حاجة الاستمرار، طول ما أنا بقيم وأعدل هستمر، ولو في خطأ أكيد هيظهر قدامي وهقيمه وأعدله وأستمر، وهكذا. جيم، الاعتقاد بالرؤية وفي قدراتنا، لازم أعتقد بالرؤية دي إنها هتتحقق بإذن الله، أكون واثق في قدراتي جدا، وأكيد حسن التوكل وثقة. تمام. ثانيا، العمل. يبقى أولا قلنا إيه؟ من الأمل. ثانيا، العمل. إيه هو العمل؟ بيتكون من إيه؟ العمل التعلم والاحتراف والإبداع. التعلم هو إفراغ الكأس، الصبر والمصابرة، عيني على القمة. حاضر دلوقتي، طيب حاضر. الاحتراف، استمر في بذل الجهد، ولازم الصبر والمصابرة، أهم حاجة الصبر والمصابرة في الثلاث نقط. إتقان، استمتاع، لازم أسعى بكل خطوة وكل جهد. رقم جيم، الإبداع، الإبداع، عندي قدرة على التخيل والتصور، لازم أتخيل وأتصور هدفي اللي هو بيتحقق فعلا قدامي. دائما يقول أنا الأول، الإخلاص، لازم الإخلاص ديت ليا مخلص، حكاية صدق النية، صدق الإرادة، تمام الثقة. طب مخلص في العمل، تمام الصحة، هتبقى تمام. عفوا انتهى الوقت. طبعا يعني انا حقيقي حقيقي بجد، يعني مش موضوع ان انا يعني ايه، بس عشان ايه بقى ملتزم بوقت معين. بس حقيقي بجد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بادئ بداية قوية جدا جدا جدا، موضوع رائع جدا جدا. انا عن نفسي استفدت، مستمتع جدا وانا بسمع حقيقي. غير كده بقى طريقته دبلوماسية، يعني ايه بقى دخل علينا بأسئلة ومش عارف ايه بقى، وان واخد باله مننا ومن المتدربين، يعني فداخل علينا ايه داخلة تقيلة يعني، ممتاز مش عارف ايه الكلام ده كله. فدبلوماسي دبلوماسي من الدرجة الأولى، هو دخل علينا بالأسئلة عشان يخوفنا فاحنا ما نسألش. لا ما شاء الله بجد، يعني أتمنى لك التوفيق حقيقي حقيقي، سواء إن كان تنظيم الباوربوينت، سواء طريقة الإلقاء، طريقة المناقشة والمحاورة، حقيقي متمكن يعني ما شاء الله عليك، كأنك بتدرب يعني من قبل كده. يعني هو طبعا النقطة الوحيدة التزامك بالوقت، فلازم ان انت برضو ايه قلنا ان لازم تكون حاطط معايير،
لموضوع الوقت بالنسبه لك، ان انت مثلا دلوقتي لو هتقدم امسيه غير ما تقدم دوره مثلا من كام يوم، غير مثلا ما انت عايز توصل فكره زي اللي بيوصل فكره اعلان لمده مثلا 3 ثواني، زي مثلا ان انت توصل فكره في 3 4 ثواني مثلا زي الاعلان مثلا. فانت دلوقتي مثلا قدامك فرصه 10 دقائق، ازاي توصل فكرتك في ال10 دقائق دول؟ لان ممكن ده يكون مطلوب منك في مؤتمر او في ندوه، ان انت ممكن تشارك بورقه عمل لمده 10 دقائق، ازاي ان انت تخلص ورقه العمل دي في 10 دقائق بالظبط؟ لازم انت تكون متميز برضو في النقطه دي. طبعا بتمنى لك التوفيق. برضو احب اعرف راي الموجودين معانا في استاذ ابو نوم، بس حقيقي حقيقي بجد رائع جدا ما شاء الله. طيب بالنسبة المشكلة الوحيدة هي الوقت، لكن بصراحة طريقة العرض نفس المناقشة، طريقة المحاورة، ان هو كان بيشرح، حريص على انه يشرح كل كلمة، يعني ايه ادراك، يعني ايه وعي، يعني ايه تفاؤل، يعني ايه امل. فكان حريص على ان هو يفهمنا كل كلمة، حتى الكلام نفسه يعني ببساطة الكلام، ان الكلام بسيط واحنا كلنا يعني ما شاء الله الموجودين في القاعة كلهم فاهمين معنى الكلام، ولكن هو كان حريص فهمنا تاني ايه معنى الكلمة دي، ايه معنى الادراك، ايه معنى الوعي، ايه معنى الامل، ايه معنى التفاؤل. حقيقي حقيقي انا نفسي حسيت ان انا لا بسمع، يعني ما شاء الله حد واثق قوي من نفسه، حد متمكن جدا. تمام. بس طبعا علشان طبعا زي ما قلنا ان ابنوب عشان يبقى متميز اكتر، ده بده ان هو مثلا ايه زي ما قلنا ياخد باله من حاجات زي ما احنا يعني زي ما احنا متفقين ان احنا قلنا ان عملية التقييم مش انقاص من شأن حد. اللي قام بمجهود رائع، يعني عمل شغل كويس، ولكن احنا عشان ناخد بالنا ونبقى احسن، نبقى في المقدمة دايما ان شاء الله يا رب يا رب. طيب قبل ما ندخل استاذ محمد ابراهيم، استاذ محمد ابراهيم علشان هو اللي كان قايل لا طبعا موجود، خليكم فاكرين يا جماعة ان استاذ محمد ابراهيم قال، ها فاكرين قال ايه؟ قال ان اللي بيدي اونلاين ده عادي جدا، يعني مش محتاج موضوع ان احنا ايه ثقة والكلام ده كله ومجهد جمهور ومش عارف ايه. تمام. فعايزاكم تحطوا عينيكم، قصدي سوري ودانكم، علشان بما ان مفيش عيون هنا في ودان بس. عايزاكم كلكم اذان صاغية تسمعوا بالحرف هيقول ايه. يعني بصوا ان شاء الله يعني. وعايزه بقى اسئله 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 في الصميم. استاذ محمد ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسوله الكريم. الاخوه والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احب اعرفكم بنفسي، أنا اسمي محمد إبراهيم من مصر، بشتغل مدير مبيعات في معرض سيارات. وأحب طبعاً قبل ما أبتدي أشكر مدربتنا الرائعة، وأشكر الأستاذ سعيد، وأشكر فريق الدعم، وأشكركم جميعاً. وهنبتدي إن شاء الله موضوعنا النهاردة، وهو الحل السحري لتحقيق حلمك. لكن قبل ما في سؤال أحب أسأله، لو كل واحد مننا عنده المصباح السحري، يا ترى هيكون ايه الطلب او الحلم اللي نفسه يحققه، او عايز الجني اللي هو في المصباح يحققه؟ يا ريت كده كل واحد مننا يكتب ايه الحلم اللي نفسه فيه. لا، الحلم اللي انت عايز تحققه في الدنيا. تمام. الاستاذة خديجة عايزة تكون مدربة، الاستاذ سامي وأمن الدول العربية. لا، خلينا في الحلم بتاعك انت، الحلم الشخصي. الأستاذة نجاة، رحلة في الكون. تمام. طيب ندخل في الموضوع، بس قبل ما ندخل في الموضوع عايزين نتعرف على ايه هو الهدف من الموضوع بتاعنا. ولا يهم من عناية السيارة وكل حاجة لحضرتك إن شاء الله. الهدف من الموضوع بتاعنا إننا نعرف الطريقة الصحيحة لتحقيق أحلامنا.
قبل ما نبتدي ان اكون اكبر رجل اعمال. ماشي يا استاذ ابنوب، ان شاء الله هتكون اكبر رجل اعمال في الدنيا كلها. قبل ما نبتدي عايزين نتفق اتفاق مع بعض ان كل واحد مننا هيبني هرم للحلم. طيب من ايه بيتكون الهرم ده؟ ايه هي القواعد والاسس اللي بيتكون منها الهرم؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في الشرائح الجايه ان شاء الله. اول قاعده معانا هي قاعده التوكل على الله. ازاي بيكون التوكل على الله؟ ازاي بيكون التوكل على الله؟ بيكون عن طريق حسن الظن بالله، وعن طريق اخلاص النيه لله، وعن طريق اننا كل واحد ياخد قرار جديد ان هو يفوض امره لله. اكيد طبعا ومن يتوكل لله على الله فهو حسبه. بعد كده بندخل على القاعدة الثانية وهي قاعدة تحديد الاهداف. لازم اي واحد قبل ما يبتدي اي مشروع لازم يحدد الاهداف بتاعته، يعرف الاهداف دي هتوديه لفين، يعرف كل هدف وايه يعرف الاهداف الزمنيه بتاعته. وفي ثلاث انواع، الاستاذه هند بتسال كيف احدد هدفي. ان الواحد يعرف الهدف بتاعه، هل هو هدف قريب، هدف قريب المدى ولا هدف متوسط المدى، ولا هل هدف بعيد المدى. لو هو قريب المدى ده بيكون سنه، من يوم لسنه. هدف متوسط المدى بيكون من سنة ل5 سنين، والهدف بعيد المدى بيكون من 5 سنين فما فوق. معنى الأهداف، هي مجموعة من الإجراءات بيتم تنفيذها في إطار زمني محدد. يعني لو حضرتك مثلا داخل مشروع بشكل عشوائي أكيد المشروع ده مش هيستمر، فلازم تخطط للمشروع ده كويس، تعرف إيه، تعرف الأهداف بتاعتك عشان تقدر توصل لها. بعد كده القاعدة اللي بعدها قاعدة التطبيق. أي حاجة الإنسان بيتعلمها لازم يطبقها على أرض الواقع. ليش هو صاروخ لو هدف؟ مش فاهم السؤال يا أستاذة جمهورية. لأننا طبعا لو مطبقناش هنقف. مثلا لو حضرتك اخدت دوره تدريبيه او دوره تدريب مدربين لازم تطبق كل شيء اتعلمته وتعمل له اسقاط على ارض الواقع عشان توصل لحلمك انك تكون مدرب. ده هرم ان انت تعرف الاهداف بتاعتك وتعرف تجمع اهدافك ان انت توصلك للحلم بتاعك. بعد كده اللي هي روح المبادرة. روح المبادرة ان انت روح المبادرة انك لو داخل مشروع وقابلك معوقات او مشاكل انك ما توقفش وتترك حلمك. لازم تحط التصور لو حصل لك اي مشكلة ازاي حضرتك تواجهها. لازم تخليك زي السهم لما بيرجع للخلف بيزيد قوة في الوصول للهدف. ودايما ما تفكرش طبعا في الثمن اللي هتدفعه، فكر في المميزات اللي هتحصل عليها. بعد كده الإيجابية والتفاؤل. الإيجابية والتفاؤل هي انك تتوقع الأفضل باستمرار. المقصود بالمبادرة، طيب عندنا خلينا نقول الملخص قبل البرنامج قبل ما الوقت يخلص. الملخص البرنامج بتاعنا ان الجن الموجود معانا النهارده مش هو اللي موجود في احد. الجن اللي موجود معانا النهارده هو اللي هيخليك تخرج النهارده وانت محدد اهدافك وعارف ازاي تحققها. الجن هو عقلك اللي ربنا فضلك بيه عن جميع المخلوقات، وهو اللي هيخليك تبني هرم احلامك. عايزك تفتكر كويس ان الفرق بين الشخص اللي حقق حلمه والشخص اللي ما وصلش للحلم هو ان اللي حقق حلمه فكر ونفذ واستخدم عقله،
أما الشخص اللي ما وصلش لحلمه هو كمان فكر لكنه ما خدش أي خطوة للأمام، كده وصلنا لنهاية العرض ودي المراجع اللي استخدمتها. طيب في أي أسئلة ولا أي حاجة كمان ما انتبهتش ليها؟ يعني أنا بنسيت أسئلة كتير يعني. الفرق بين الحلم والهدف، الحلم اللي بيبقى اللي هو بيكون حاجة أعلى من الهدف أو حاجة مستمرة للزمن، يعني بتكون حاجة بعيدة. الهدف بيكون جزء من الحلم، يعني مجموعة مثلا من الأهداف، يعني مثلا واحد حلمه إن هو مثلا يكون دكتور وكده، فاتورطت أكيد. إزاي تعمل أهداف؟ إن أنت تحدد أهدافك وتخطط لها تخطيط صحيح. الهدف هو تحقيق الحلم، تمام. المهم كده خلاص، لأن أنا خلصت كده دي صفحتي على الفيسبوك، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا كنت سعيد جدا معاكم النهاردة، بس أنا بصراحة اتعصرت فعلا. خلاص، شكرا لحضراتكم. لا خلاص هكمل ايه، خلاص انا الموضوع كله اتلخبط معايا. انا بشكركم جميعا، وبشكر مدربتنا الرائعة، وبشكر الجميع على الأسئلة. ما شاء الله ما قصرتوش بصراحة في الأسئلة، مش مشكلة، انا بدي اديها لأي حد محتاجها عادي. شكرا لحضرتك يا استاذ محمد. هو طبعا موضوع الالتزام بالوقت، ما شاء الله التزم بالوقت، بس وطبعا برضو بالنسبة لعرض الباوربوينت تمام ما شاء الله. بالنسبة ل بالنسبة يا استاذة خديجة متحمسة يعني شوية كده، حسينا بشوية لجلجة شوية. نسيت الموضوع. وفي نفس الوقت تجاهلت أسئلتنا في الأول شوية، يعني احنا بعتنا أسئلة كتير، حضرتك تجاهلت الأسئلة، ما كنتش متفائل معانا شوية. لكن الموضوع بصراحة الموضوع جيد. في بقى في نقطة في موضوع الرد على الأسئلة، يعني مثلا ايه، حضرتك وحضرتك جاي ترد مثلا على الأسئلة بعد ما خلصت، حسيت ان حضرتك ايه متلخبط او مش عارف تقول الفرق بين ده وده. لو حضرتك عشان تخرج من المأزق ده قول له مثلا ايه، او ان الاجابه مثلا مش حاضره معاك. احنا قلنا بقى ان المدرب المفروض ان هو ايه، قلنا ان هو مثلا المفروض ان هو ما يفتيش، تمام. فالافضل مثلا لو المدرب مزنوق في اجابه سؤال يقول له ايه، يقول مثلا انا ممكن ارد عليك المحاضره مثلا اللي جايه، او ان انا مثلا ممكن ارد عليك على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي، تمام. ان انت تقدر تتواصل معاه، ده في حالة لو الإجابة مش موجودة في ذهنك. يعني ما تحاولش إن أنت إيه مثلا حد يسألك سؤال إن أنت إيه تتلجلج قدامه. طبعا الأستاذ إمام واخد باله من النقطة إن إحنا كنا سامعين صوت الورق، فحاول فطبعا إيه موضوع الارتجال. أو أي نعم طبعا إحنا بالنسبة إحنا طبعا موضوع الارتجال، إحنا طبعا بالنسبة لنا دلوقتي اللي هو إيه من الباوربوينت ما كانش فيه موجود كلام كتير، فأكيد موضوع الارتجال كان يعتبر متوفر. احنا قلنا ان ما فيش مشكله ان المدرب على فكره يكون محضر مثلا ايه بعض الكلمات مثلا اللي تذكره بالمعلومات دي، ما فيش فيها مشكله. ولكن اهم حاجه ان الورقه اللي تبقى معاك دي تبقى منظمه، بحيث ان هي ما تلخبطكش. يعني زي ما حضرتك قلت كده ان ده اللي لخبطني، ان لازم تكون الافكار مترتبه فيها، ان انا مثلا هزود معلومه، او علشان مثلا المعلومه دي ما تضيعش على المتدرب، فانا عايز اقول له المعلومه دي. طالما انا عايز اقول له المعلومه دي يبقى انا ايه ادونها ان هي ايه زي 1 2 3، ان انا مثلا الجزء ده الجزء ده الجزء ده، كل نقطه تبقى مختصه بالجزء بتاعها، تمام. عشان انا ان احنا قلنا ان احنا ايه بن لا مفيش مشكله طبعا، احنا قلنا ان احنا بنتعلم من اخطائنا، ويعني دي بدايه كويسه طبعا، يعني ما شاء الله.
اتمنى لك التوفيق، ولكن كان نفسنا نعصر حضرتك اكتر من كده الحقيقه يعني. اتفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي يا فندم. مع حضراتكم محمد رشدي فهيم، أخصائي قياس جودة التربية والتعليم، قبل موارد بشرية، ومراجع هيئة الاعتماد وضمان المنطقة. أخصائي تدريب لسه جاي الشغلانة دي من فترة قريبة. في البداية بحب أشكر الأستاذ الفضل إيهاب بناء عبد الفتاح على المجهود اللي بذلته، وخصوصا معايا أنا، لأن كان في مشكلة عند العرض بتاعي إزاي أوصله لحضرتها، والحمد لله ربنا أكرمني وقدرت أوصله. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وكل أحزاب الجحيم، ربنا ادخلهم جنات عليهم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات إن تقل السيئات يومئذ فقيمته وذلك هو الفوز العظيم. النهارده ان شاء الله رب العالمين انا بتكلم على ان ازاي امكانياتي الصغيره بسيطه اقدر احقق يمكن احقق اهدافي، وممكن ازود كلمه بسيطه على بتاعي احقق اهدافي وفي نفس الوقت اعيش حياتي بصوره كويسه. تعالوا ناخد مع بعض ونمشي مع بعض في الموضوع بتاعنا ونشوف احنا هنقول ايه. كل فرد منا الحمد لله رب العالمين وهب الله سبحانه وتعالى كميه من الامكانيات الداخليه. ربنا سبحانه وتعالى عادل، ولذلك جعل الفرد بيتوافر من فرد الى اخر، والامكانيات من فرد الى اخر. يعني واحد زي مثلا لما خدنا اساليب تعلم هناك الاسلوب السعري والبصري والحسي، كلنا بتوفر فينا كل هذه الاساليب ولكن بقدرات مختلفة من فرد إلى فرد. يعني السعر نسبة التركيز فيه أكثر، البصري نسبة التركيز في البصر فيه أكثر. كان كل واحد فينا الحمد لله رب العالمين له نقاطية داخلية يقدر يستفيد بيها ويقدر يتعامل معاها. عندنا كمان ماشي حاضر، عندنا كمان بعض الفرص المتاحة. ازاي اقدر استعمل كل اللي قدامي ده عشان احقق امكانياتي؟ ازاي اقدر اقول امكانياتي الداخليه؟ ازاي نقاط القوه اللي عندي ونقاط الضعف؟ ازاي الفرص المتاحه اللي عندي والتهديدات الخارجيه؟ كل ده يؤدي الى تحقيق هدفي. هل من الممكن ان انا احقق هدفي؟ من الممكن ان اقدر احقق هدفي. لو امنت امكانياتك، لو استخدمت قدراتك، لو استخدمت نقاط القوه اللي عندك، هتقدر فعلا تحقق اهدافك وتصل الى ما تريد. تعالوا نشوف بعض الامثله اللي ممكن تقوي هذا الايمان عندنا. نشوف حضرتك لو تعرف ان سرعه الغزاله في سليم، حاضر. التهديدات الخارجيه اللي ممكن تقابل زي مثلا لو انا بحقق هدف معين يجي واقع خارجي انا مش عامل حساب وفي حاجه معينه قدام. يعني مثلا لو انا عندي هعمل مشروع وجهاز الكتاب بتاعتي محتاج ان انا اروح اسجله مثلا في اي جهه حكوميه، فده يعتبر تهديد خارجي ان انا محتاج اخد فيه خطوات معينه. لو قلنا مثلا حضراتكم ان سرعه الغزاله 90 كيلو متر في الساعه، وسرعه الاسد 150 كيلو متر في الساعه، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لو في غير متوقع. خلي بال حضرتك ان دي معلومه حقيقيه وليست معلومه، لا دي معلومه حقيقيه، لكن دايما الغزال بيقع فريسه في اي مطارده بتحصل. تفتكر حضراتكم ليه؟ فريسه. عايز اجاوب من حضراتكم في اي مطارده بيتم من الاسد والغزال. تمام، مش غزالة سهل خد رابع رابع حضرتك. تمام، ايه تاني يا اخوانا؟ ايه الاسباب اللي ارتاحتك؟ استاذ علي ربنا يبارك في حضرتك، اتفضل. ايه تاني يا اخوانا؟ ايه كان من الاسباب اللي تجعل الغزال يقع دائما فريسه في وجه في اي مطار بينه وبين الاسد؟ لانه حقق اهداف. تمام، دائما دائما يلتفت الى الورع على الامام الراوي وربنا على التمام. تمام، تعالوا بسم الله ما شاء الله على حضراتكم. طب تعالوا نشوف كده ايه الاسباب الحقيقيه التي ادت الى وقوع الغزال في الغزال دائما فريسه في في الاسد في اي مطار تحدث. تعالوا نشوف حضراتكم كده. الغزال عندما يهرب من الاسد، ودي اهم نقطه، هو عنده جواه تاثير سلبي بيقول له ان هو كده كده هيفرس. فالغزال عندما يقع عندما يهرب من الاسد يؤمن ان الاسد لابد انه
دارسه، وبناء عليه بيتعامل بهذا الاسلوب. الخوف بتاعه ده وايمانه ان الاسد كده كده هيخلصه بيخليه دايما كل ما بيجي بينظر الى الايه؟ الى الخيال. وبناء على ذلك عندما ينظر الى الخيال بيبدا المسافه بينه وبين الاسد تقل، وبالتالي يقع فريسه دائم في يد الايه؟ في يد الاسد. طيب تعالوا نكمل حضرتك استاذ ايمان ازاي اللي بي مش قادر على كويس بيقرر انه يفشل ويفشل. اه هو حاطط في دماغه عنده تاثير سلبي من الاول، لما بيجي يبدا اي مشروع او يجي يبدا يحط هدف لنفسه عارف وحاطط في دماغه كده مش هيقدر يحقق المشروع ده، او معنى صح هو كده كده فاشل فاشل فمش هيقدر ان هو يصل الى الامل. الطريق الصحيح بالضبط. طيب تعالى نكمل مع حضراتكم كده ونشوف اللي هيحدث ايه. لو الغزالي امن بقوته وامن بنقطه القوه اللي ربنا سبحانه وتعالى اديها له وهي سبعته بالنسبه للاسد، ما وقع فريسه في يد الاسد ولا ما انتهت حياته. لكن الاسد امن بالامكانيات وقوته وحدد هدفه بالظبط، فكان الغزال طعاما له واستقرارا لحياته. اذا يا اخوانا من هذه القصه البسيطه نقدر ناخد ايه من الهدف في حياتنا؟ ونقدر نعمل ايه عشان نمشي حياتنا بالظبط؟ عايز حضراتكم تشتركوا معايا، نقدر ناخد ايه من القصه دي؟ او اللي احنا قلناها مع بعض دي، نتعلم ايه؟ يا اساتذه اخواني، نتعلم ايه من القصه دي؟ اقنع نفسي صح؟ للاسف حابب هدفي الايمان، نعم الاسد امن بامكانياته وما حطش دماغه لفشل، الاصرار الاسد اصر لان بالنسبه له مساله حياه وموت. ايه تاني يا اخوان نقدر نستفيد من هذه القصه البسيطه؟ نعم حدد الهدف. طيب ايه اللي ينجح ولا ما فيش اللي ينجح؟ لانه امن بامكانياته، امن بقدراته اللي ربنا سبحانه وتعالى، عنده ثقه فعلا مش سهله، عنده الثقه بالنفس عاليه جدا. الاسد قدر انه هو يصل الى ما يريد. اذا لابد ان يكون لي هدف، لابد كمان ان انا اكون عارف امكانياتي ايه وامن المهم بيها، لابد كمان اكون عندي حاجه ان انا اوصل الى ايه؟ زي الهدف. لذلك احنا هنتعلم من القصه دي اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع الموضوع كله. واحد او اول حاجه انا دايما ما احبش احطها في اي في ارقام توكل على الله ولا ادرك جوه قلب كل مؤمن. نحدد هدفنا كويس، نثق بامكانياتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالنا، لان الامكانيات دي هي التي تساعدنا على تحقيق هذا الهدف. بص شويه عليا دايما لان النظر الى الخلف يؤدي الى ان انا بتاخر في السن بتاعي، لكن مش في كل وقت ما ببصش ورايا، لا انا ببص ورايا في بعض الاحيان لاخذ العبر مما حدث لي في الماضي. قد اكون في خطه انا عملتها وفشلت بدرسها كويس في الماضي او بدرسها ببص ورايا عشان كده عشان اشوف ايه اللي حصل فيها. ايه اخد منها العبر والدروس استفاده في المستقبل. في كمان لا استمع الى اقوال المعوقين في العمل، لان في ناس منهم عندهم اسنان، في ناس معوقين في العمل دائما يقودوا الى الايه؟ الى الخلف. ان شاء الله رب العالمين لو حضرتك حطيت كل الحاجات دي قدامك ولو حددت هدف يمكن قياسه وتحديد للوقت واقدر احققه بعون الله فتحقق ما تريد. انا كده يعني مش عايز اقول زي ما كده مع حضراتكم، اتخذوا بهذا الامر على استعداد لو في اي حاجه مناقشه انا على استعداد ليها. استاذ لو في اي حاجه في ما اقدر اقول لحضراتكم انا تحت امر حضراتكم. بعد كده عندي طبعا الشريحه الاخرانيه عندي وهي تاريخ التواصل. موجود في تقرير قصص جايبه التليفون بتاعي في بنزوت الناس العربيه وعندي كمان الايميل بتاعي. تسجيل الهدف واستمرار في الكاد. نعم نعم استاذ مهدي ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يكرمك بزياده. شكرا 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 لكم وشاكر جدا جدا لما تعبت معايا عشان تتلقى هذا المشروع. انا يعني حاولت معايا كتير عشان اوصل المشروع ده وشكرا جدا لحضراتكم وانا فعلا استفدت كتير جدا منكم كلكم مجموعه رائعه رائعه رائعه. ربنا يجعل عافيتكم ده كله يا رب في ميزان حسنات. اتفضل يا استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله ايه حكايه موضوع الدبلوماسيه في الشرح دي؟
الناس اللي بتدخل عليكم بالأسئلة عشان ما تسألوش. لا والعرض ممتاز ما شاء الله. هو طبعا المشكلة طبعا كانت مشكلة الصوت. ما شاء الله ناس بروفيشنال يعني. الله يخليك. هو طبعا ما شاء الله عرض الباوربوينت رائع جدا. ادخال الموضوع ان حضرتك تدخل قصه ارضيه الشخصيات السمعيه بالنسبه طبعا للصور حضرتك ارضيه الشخصيات البصريه. يعني بصراحه حقيقه يعني هي ما شاء الله يعني حضرتك موصل جيد برضه للمعلومه. انا الى الان يعني ايه ماليش تعليق سلبي الحقيقه يعني. فاحب اسمع برضه تعليقات حضراتكم. لا هو كان واخد باله كمان من موضوع اللي هي موضوع ان احنا مثلا ايه بنتكلم او اللي حد بيبعت حاجه على الشات. يعني اتفضل يا استاذ نادر. طبعا ما انا بقى عشان كده باخد راي حضراتكم في عمليه التقديم. بس انا كنت حاسه بخوف استاذ محمد في موضوع الوقت يعني هو ايه ما شاء الله اللي هو ايه كان يعني تحس ايه عايز يلحق يعني كده. هي طبعا احنا قلنا ان المشكله في الصوت بس. ايوه بالظبط. هو كان متحمس يعني ايه عايز الحق. الحق اخلص مش عارف ايه يعني ايه كان عنده الحته دي. احنا حد كنت حاسه بالموضوع ده ان هو ايه كان جاي يعني كان جاي على نفس الموضوع ده. لا ما احنا مش عايزين حضرتك اي حاجه تقلق حضرتك خالص يعني. حتى كمان ممكن مثلا مدرب يدخل مثلا قاعه ولا حاجه ممكن الباوربوينت ما يشتغلش معاه خالص. مش المفروض ان هو يربك نفسه وان مثلا عشان العرض ما اشتغلش او الكلام ده كله. فهي طبعا ايه يعني كبدايه ما شاء الله ممتاز ما شاء الله يعني. حاضر. وشهاده المبادئ الديمقراطيه وشهاده المشاركه في القيمات إلى آخره. نحكي عن المثلثات. أكيد المثلثات معناها كهندسة وأنا مدرسة رياضيات بالتالي أخذ موضوع من كل تخصصي وعملي. في حد عنده استفسار أو شو ممكن نحكي في الموضوع هذا؟ اليوم بدنا نحكي عن المثلثات. هدفنا انت شايف مني صوت مني انا عارفه طبعا. هدفنا الاول اللي نعرف ما هو المثلث. ان نتعرف على نص المثلث. ان نتعرف ما هو المثلثات وان نتعرف خصائص المثلثات. طبعا المثلث هو شكل هندسي يتكون من ثلاث قطع مستقيمة. طبعا هذه القطع المستقيمة في إلها شرط إنها ممنوع تكون على استقيم واحد يعني مش على خط مستقيم واحد لأن لازم يكون في بينها زاوية. هذا معنى كثير ممكن عناصر المثلث. إن عناصر المثلث كل عناصر ثلاث أضلاع ثلاث زوايا. الأضلاع عندنا ألف با ب ألف با با ب و ج د. عندنا ثلاث زوايا زاوية ألف زاوية با وزاوية ج. طبعا ثلاث زوايا يعني ثلاث روج. أستاذ أمين أنواع المثلثات. نصنف المثلثات طبعا عناصرها عندنا ثلاث أضلاع الزوايا حسب الأضلاع. ثم في المثلثات كل أضلاعها مثلث متساوي الأضلاع يعني الثلاث أضلاع متساوية. متساوي الساقين أو متساوي الساقين أو الضلعين متساويين إذا لا ثلاث لا يساويها. ومثلث مختلف الأضلاع كل ضلع إلى قياس مختلف عن الآخر. طبعا هون عندنا رسومات بتوضح كل ضلع أو كل نوع من ثلاث متساوي الضلعين متساوي الأضلاع ومختلف الأضلاع.
انها تصنف المثلثات طبعا لقياس الزوايا الذاتية، قلنا تصنف مثلث مثلث، نعم ان هاي المثلث عن مثلث قائم الزاوية بسي بيكون زاوية واحدة قائمة، طبعا قائمة يعني قياسها 90 درجة، مثلث منفرد الزاوية يعني بيكون في زاوية برضه واحدة منفردة طبعا أكبر من 90 وأقل من 180، وعندنا مثلث حاد الزوايا يكون ثلاث زوايا حادة يعني أقل من 90 درجة. هاي هون عندنا تصنيف المثلثات حسب الأضلاع وحسب الزوايا. خصائص المثلثات، أول ما عملت تستخدم المثلثات، نعم مجموع زوايا أي مثلث يساوي 180 درجة، طبعا الزوايا الداخلية ألف زاوية قائم الزاوية، والمثلث هنا ثلاث زوايا قائم الزاوية، فإذا كانت 91 الثنتين الثانيين بده يكون لهم بقيتهم 90، أما إذا كنت 92 90 90 80، إحنا قلنا مجموع زوايا المثلث 180، 90 يكون سعد يكون مثلث، هاد الزوايا لأنه بيكون أقل من 90، وبالتالي بنقدر نحكي إنه هاد الزاوية مجموع زوايا المثلث إنه تساوي 180، أي مثلث مجموع زوايا الداخلية بيكون 180. الزاوية الخارجية طبعا هاي عندنا زاوية خارجية بتكون على استقامة مع الزاوية الداخلية، بيكون قياسها يساوي مجموع الزاويتين البعيدتين اللي داخل المثلث مع المزاوية لها. خصائص المثلثات، فإن تطابق المثلثات بنحكي إنه مثلثين متطابقين إذا تساوت أضلاعهما المتناظرة، أي الضلع الأول في المثلث الأول تساوي الضلع الأول في المثلث الثاني، نفس الإشي هون الضلع الأول الثاني مع الضلع الثاني والضلع الثالث مع الضلع الثالث، بنسميها هاي نظرية ضلع ضلع ضلع. إذا تساوت زاويتين معلومة كثير، بس هون خصائص المثلث أستاذ محمد. طبعا إذا مع ومع زاويتين في المثلث الأول بتغيرت إذا تساوت زاويتين في المثلث الأول مع زاويتين في المثلث الثاني، معنى وفي عندنا زاوية زاويتين ضلع، الحالة الثالثة ضلعين وزاوية لهما، هاي الزاوية بنسميها ضلع زاوية ضلع. أن تشابه المثلثين بنقول إن المثلثين متشابهين إذا كانت الزوايا متقابلة، أن الزوايا A مع A B مع B و C مع C بتكون الزوايا المتقابلة متساوية. طبعا عندنا رمز التشابه بنجيب له بهذا الرمز. طبعا لما بيكون في تشابه معناته في أضلاع مناسبة بين المثلثين. أشكركم جميعا من كل قلبي، شكرا لكم. في حد عنده سؤال؟ أنا قلت إنه أنا مدرسة، من هذا المنطلق اخترت موضوع المثلثات. حد عنده سؤال أو استفسار؟ الله يبارك فيك. ما في حد بيسأل أو يتكسر؟ شكرا شكرا كثير. شكرا لحضرتك يا أستاذة نجاح. وبالنسبة للحديث ده، الحديث ثلاث دقايق، حضرتك عايزة تقول لنا أي حاجة أو ممكن حضرتك ترد على أسئلة الناس؟ ما العلاقة بين نوع المثلث من حيث الزوايا ومن حيث الأضلاع؟ حسب مثلث مثلا تساوي الأضلاع بيكون كل زوايا تساوي 60 60 60، يعني مثلث مثلا قائم الزاوية الزوايا بتكون 90 درجة، مش شرط يكون في علاقة 100%، إلا إن في بعض المثلثات فيها علاقة مع الأضلاع مع الزوايا. طبعا انا اخترت الاضلاع على اساس اني انا مدرسه وهذا العمل اللي انا بفكر فيه كل يوم. متساوي الاضلاع حاد الزوايا اكيد.
المستطيل سوى من المثلثين ممكن يكون إذا نعم مجموع زوايا المستطيل 360 درجة على أساس إنه هو مثلث، يعني المثلث الأول 180، المثلث الثاني 180 يكونوا 160 درجة. نعم 180. شكرا كثير لكم، أنا فخورة إني أنا موجودة في المجموعة الرائعة. قلت بالنسبة للأستاذة نجات، بالنسبه للباوربوينت، الباوربوينت كان مشحون بالمعلومات، مشحونه جدا بالمعلومات. بالنسبه برضو لشرح حساب المثلثات والكلام ده كله، المفروض ان حتى بالمؤشر عشان نعرف المدرب معانا في انهي نقطه، النقطه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. بالنسبه لتوصيل المعلومه، كنت حاسه ان يعني ايه هي المعلومه، انا كمتدربه حاسه ان انا تهت، يعني يعني ايه حاسه ان انا تهت. وقلنا ان المدرب يحاول يخرج عن كونه مدرس، ان في فرق كبير بين انك تكون مدرس وبين انك تكون مدرب. انت عايز المدرب ده يحبب البني ادم في التعليم وفي القرايه وفي حاجه هو اساسا كان بياخدها يعني ايه بالاكراه. تمام تمام، هي الرياضه قلنا قواعد مفيش مشكله، بس انا ممكن اوصل الحاجه دي بطريقتي انا، بطريقتي الخاصه، بطريقه المدرب. تمام، استاذه اماني معانا كانت مدرسه، ولكن برضو شرحت او اتكلمت بطريقه ودخلت علينا، اول واحده اتكلمت معانا بطريقه دبلوماسيه كانت استاذه اماني. فيعني مثلا يعني انا بقول كمثال. تمام، لكن طبعا يعني اتمنى حضرتك التوفيق طبعا اكيد يا استاذه نجات. وزي ما بكرر ان ده مش تقليل من شان احد، احنا بنقول نقاط القوه ونقاط الضعف بحيث ان احنا ناخد بالنا ونبقى احسن، نكون احسن. تمام يا استاذه نجات، طبعا ولحضراتكم التقييم. استاذه هاله، حضراتكم التقييم بقى بالنسبة. طب أستاذ إيمان بيقول أنا فهمت بصراحة. طيب ها، بالنسبة لحضراتكم برضو التقييم، بالنسبة لحضراتكم نقطة قوة ونقطة ضعف الأستاذة نجات. أيوة طبعا، اللي هي موضوع إن الواحد يشرح، بشرح نقطة معينة ان انا ابدأ. اللي هيساعدني كمان على موضوع التأني ان انا اشاور بالمؤشر، علشان دي حاجة المفروض ان هي عملية اكتر. ممكن كمان كنا احنا نستخدم معاها البورد، يعني ممكن حاجة زي كده كمان هي تستخدم معاها البورد، كانت تساعدها في عملية الشرح. علشان كده بقول يا استاذة اماني ان هي مثلا ممكن ان هي تبقى على شرايح اكتر، بحيث ان المعلومات تبقى اخف، او ان هي تستخدم البورد بحيث ان هي تعرفنا يعني ايه يعني مثلا لما تبقى ماشيه معانا بالمؤشر والكلام ده كله، ده بيوضح لنا المعلومه اكتر ان شاء الله. طبعا اتمنى لك التوفيق طبعا يا استاذه، عليكي كبدايه ان شاء الله موفقه يا رب. ان شاء الله ان شاء الله بدايه موفقه ان شاء الله. وحضراتكم كلكم ما شاء الله رائعين ومتميزين ان شاء الله. ولا يهمك يا نجاة، ما فيش، زي ما قلت لك ان احنا بنتعلم من بعض. احنا ليه بنقول عمليه التقييم دي؟ عشان ناخد بالنا نبقى احسن. لكن ما شاء الله عليك، ان شاء الله ان شاء الله بدايه موفقه ان شاء الله. ربنا معاك يا رب ومعانا كلنا. طيب بالنسبة لهالة، المايك عندها مفتوح بس احنا مش سامعين صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اعرفك من نفسي الاول. انا وفاء محمد عبد الحليم، موظفة. وفاء محمد عبد الحليم اختكم. انا موظفة في اعمال سكرتارية، حاصلة على معهد اعداد جريئين، حاصلة على معهد خط عربي، ودرست في معهد اعداد دعاية، وحصلت على بعض دورات تنمية بشرية. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع مهم،
هو الغضب يعني. نتعرف الأول على محاور الدورة. أول حاجة تعريف الغضب، أنواع الغضب، أسباب الغضب، نتائج الغضب، آخر حاجة علاج الغضب. كنت عايزة أبتدي بس بسؤال، في إنسان ممكن يعيش من غير ما يغضب أو يتعصب؟ سامعيني؟ أكيد لأ طبعا، سبحان الله. طيب عايزين نعرف يعني إيه الغضب؟ لا اكيد ما فيش حد يقدر يعيش من غير ما يغضب او يتعصب. نتعرف الاول يعني ايه غضب. الغضب هو ده الشعور او حاله شعوريه وانفعال لا ارادي، بتختلف حدته من استثاره خفيفه يبدا بحاجه بسيطه وبينتهي بثوره حاده او ثوره شديده يعني، سبحان الله. بعد كده بنتعرف على انواع الغضب. بنقول الغضب عندنا ايجابي، غضب ايجابي وغضب سلبي. الغضب الايجابي ان انت تغضب بس تحول غضبك دوت لحاجة إيجابية، زي مثلا طالب في الكلية مثلا ما جابش تقدير كويس أول، فغضب وغضبه ده أدى إن هو إيه يبقى إيجابي ويجيب تقدير امتياز. الغضب بتغضب غضب من غير ما تفكر في النتيجة أو العواقب. بعد كده بنتعرف على أسباب الغضب. يا ترى أسباب الغضب إيه؟ حد عارف أسباب الغضب؟ عندنا أسباب داخلية وأسباب خارجية. أول حاجة الأسباب الداخلية، بيكون عندي مثلا مشكلة شخصية كل ما أفتكرها بغضب أو بتعصب بتأثر بيها يعني، أو عندي ذكريات وأحداث مؤلمة بتسبب لي قلق اكتئاب وبتسبب لي غضب يعني، سبحان الله. بعد كده الأسباب الخارجية بقى كتير، هنذكر منها بعضها. أول حاجة شخص ما في شخص معين أول ما بشوفه بغضب، او ان انا بيكون بأذاني او الغضب هو النرفزه او العصبيه، او شخص كل ما اشوفه بغضب او بتعصب ممكن يكون اذاني او ظلمني او هو انسان مش كويس، او حدث ما يعني. مثلا زي شخص كده جاي من الشغل، جاي جعان جدا ودخل البيت ملقاش فيه اكل، فاكيد لازم يغضب يعني، لازم يتعصب. أسباب الغضب الخاص عندي رسائل كتيرة. بعد كده من الأسباب الخارجية عدم إنجاز بعض المهام، زي مثلا مديرك في الشغل إداك شغل تعمل تنجزه في ساعة وهو محتاج يومين، فالواحد بيبقى عنده ضغط فما بيقدرش، كل الضغط ده بيؤدي إن هو يتعصب. أو لو حد كلمك بلهجة حادة أو حد سخر منك أو استهزأ بيك، كل الحاجات دي إيه بتؤدي للغضب يعني. المرض مثلا، بعض الامراض زي انخفاض السكر في الدم، التربيه الخاطئه التربيه الخاطئه زي مثلا الام تكون عصبيه او الاب عصبي، المعلم عصبي، فبالتالي الطفل بيكتسب هذه العصبيه من البيئه اللي حواليه. بعد كده الارهاق او الجسدي او البدني، ديت الاسباب الخارجيه. حد عنده سؤال؟ طب نتنقل لنتائج الغضب. من نتائج الغضب بقى، سبحان الله. طب ماشي، من نتائج الغضب استمرار احمرار في الوجه وفي العينين، ان الضغط بيرتفع، الانسان ضغطه بيرتفع، ضربات قلبه بتزيد، النفس بيضيع، او الانسان بيصبح فريسه لبعض الامراض كتير زي قرحه المعده، القولون العصبي، صداع نصفي، الذبحه الصدريه، وكثير من الامراض. بعد كده اخر حاجه ان شاء الله هي علاج الغضب. اكيد الغضب من الشيطان. لا، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا ان الغضب من الشيطان والشيطان من النار، واحنا لسه هنقولها في العلاج يعني. القولون بسبب العصبيه. علاج الغضب حتى تغيير البيئه او الهيئه، ان احنا بنغير بيئتنا، المكان اللي انا موجوده فيه اللي سبب لي الغضب او سبب لي العصبيه دي، ان انا بمشي بتنقل منه، او ان انا اغير هيئتي. لو انا واقفه بمشي او اقعد، اخر تمارين الاسترخاء. احنا لسه نقول الوضوء طبعا. الوضوء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان الغضب من الشيطان والشيطان من النار، ولا يطفئ النار الا الماء، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فان انا بتوضا او بغسل وشي او باخد دش او بشرب ميه، كل الحاجات دي بتهدي الانسان. الاسترخاء، ان انا بعمل تمارين النفس، تمارين زي تمارين النفس 4 2 8، ان انا باخد نفس على 4 مرات وبكتمه في جوايا على عدتين وبخرجه ببطء جدا،
على 8 عدات، وانا بخرجه بقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، او اعمل تمرين العد التنازلي 10 9 وهكذا، او ان انا اسكت. لو سكت السكوت دوت ممكن ينهي المشكله، او ان انا اتكلم مع نفسي بكلمات بتبعث على الهدوء، يعني ان انا ايه اقول لا الكلمه ما تستحقش كل العصبيه دي، الموضوع ما يستحقش، خليكي هاديه، انت مش عصبيه وهكذا. وافتكر ثواب كظم الغيظ، يعني ممارسة رياضة زي رياضة المشي. حد عايز سؤال في طريقة مع طرق التعبير عن الغضب؟ إيه إن أنا ممكن أكسر حاجة، إن أنا أزعق أعلي صوتي كده، يعني إيه عايزة تمرين النفس، باخد نفس على 4 عدات وبكتمه جوايا عدتين وبخرجه ببطء جدا. ممكن، أو اللي فيه كرة دي، كرة الضغط ديت تخلينا نهدى شوية، أو انا افكر في عواقب الغضب، لو غضبت او فضل ان انا اكتم بيزي. سبحان الله، حد عنده اسئله؟ لا، مش بيؤدي، يعني انا ممكن بعد ما اهدى، يعني السكوت مش هيؤدي لامراض عضويه ولا حاجه، لا يعني بعد ما اهدى احاول ايه احل المشكله يعني. لا، الصراخ مش بيهدي، اكيد بيزود امراض. اه بس هي بالتدريب، كظم الغيظ بالتدريب بيجي يعني. صلى الله عليه وسلم. ما احنا قلنا تغيير البيئة أو الحالة أو الهيئة، يعني دي من ضمن الحلول. عليه الصلاة والسلام. حد عنده أسئلة تانية؟ أنا كده خلصت، ودي المراجعة بتاعتي، و أتمنى تتقبل. الله يكرمك. جزاك الله خير. حد عنده أسئلة طيب؟ بيتهيألي كظم الغيظ هو الكتمان. أنا أول إن أنا بكظم غيظي وأنا أقدر أخرجه يعني. الله يكرمك، الله يكرمك، جزاك الله. جزاك الله خير. ان انا اكلم نفسي واقول ايه دي المشكله ما تستحقش، ان شاء الله يبقى اكيد التدريب. نفتكر سواء القادمين الغيظ ولا عفونا عنهم. لا طبعا، يعني لو حد قالها لي ممكن، بس لو انا حكمت عقلي وتمسكت تملكت اعصابي اكيد ههدى يعني. هو لو افتكر، لو افتكرنا يعني ثواب كظم الغيظ، يعني لو تملكنا أعصابنا وفكرنا في عواقب الغضب فهنا نتحكم في نفسنا. أكيد بذكر الله طبعا الإنسان بينتهي، يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام، شكرا لحضرتك أستاذة وفاء. الله يكرمك. طيب، بالنسبة لتقييم حضراتكم الأستاذة وفاء، ما شاء الله، شوف أخدت أول تقييم ما شاء الله. طبعا ما شاء الله. بالنسبة للباور بوينت، الباور بوينت جميل جدا. بالنسبة لطريقة الشرح، ما شاء الله طريقة الشرح جميلة جدا، وإنها كمان كانت بتوقف على فترات، يعني مثلا تشرح جزء وبعد كده، يعني الجزء ده حاجة يعني حقيقي بجد، تقريبا أول مدربة معانا تعمله، إن هي توقف جزء وتسأل لو في أسئلة للمناقشة، وبعد كده تكمل وتسأل لو في أسئلة للمناقشة. بس عايزين حضرتك بقى تغير لنا في نبرات الصوت، يعني إيه عايزين حضرتك إيه ان تبقي اقوى من كده، يعني ما شاء الله عليكي ممتازه، ولكن عايزين حضرتك تكوني اقوى من كده. يعني حضرتك فضلتي ماشيه على وتيره واحده، ممكن الوتيره دي تحس اللي قدامك ان انت قلقانه او خايفه او مش متمكنه، تمام، لكن احنا عارفين ان انت محضره ومتمكنه، تمام. فاحنا عايزين بقى شخصيه أستاذة وفاء تظهر. هو طبعا كان واضح موضوع القلق والتوتر شوية، فإيه فلازم تكون صوتك أقوى من كده، إن أنت تكوني أقوى في طريقة العرض،
تمام. اتمنى لك طبعا التوفيق من كل قلبي. استاذ محمد رشدي بيقول لو مناقشه اثناء العرض لو ممكن، ان يعني في مناقشه اكتر من كده. هي بصراحه ما اثرتش في موضوع المناقشه، وكانت بيسالنا على طول ودايما كانت حاضره معانا، يعني زمان حاضره معانا، ده حقيقه يعني. شو بعرفكم عن نفسي؟ انا علاء داغستاني من سوريا، دراستي دبلوم محاسبة تجارية ومالية، عندي عدة شهادات مختلفة، هي شهادات عادية، ما هي شهادات معتمدة، ولكن هي بالتربية والتعامل مع الأطفال والمراهقين. عندي اهتمام عموما بمجال التربية والأطفال، صعوبات تعلم منهاج المونتسوري، وحاسة على شهادة إعداد قائد من الدكتور ماهر العربي. حبيت، تسلم يا رب، اهلا فيكم. حبيت اختار موضوع شوي مختلف عن المواضيع، ما بعرف اذا انطرح قبل هلا او لا. هو موضوع ميزانيه الاسره، مع انه مجالي بالمحاسبه، وانا هذا الموضوع كنت طرحته قبل هلا بمحاضرات سابقه، ويعني كنت حاولت اني اختصره كثير اليوم عشان اني اعطيكم عنه فكره بسيطه. أهداف هذه الدورة أن نحن نوصل لتعامل صحيح مع الوارد المادي اللي بيجينا، نتخلص من الديون، يصير عندنا مجال لأنه يكون عندنا توفير، رح نحصل على حياة رغيدة بإذن الله عز وجل، ورح يكون عندنا مجال لأنه نعمل مشروع خاص فينا. فعلا هو موضوع جدا مهم للأسرة، ويا ريت أنا يعني بتمنى أن يكون هذا يعني أو هاي الدورات مطروحة بشكل أكبر، لأنه يكون فيها توعية، يعني توعية، لأنه مشاكل الأسرة حاليا كلياتها يعني هي أو أساسها كتير هو بالمادي. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. صدق الله العظيم. الله عز وجل قدم لنا المال بالآية الكريمة، لأن المال عامل أساسي من عوامل السعادة، لذلك نحن لازم نعرف أنه هذا المال هو أمانة عنا، حط الله عز وجل بين إيدينا حتى نحن نعرف نديرها، نستفيد منها، نعمل منها شيء معين. بنفس الوقت نحن عنا إخبار بأنه هذا المال سنسأل عنه يوم القيامة، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تذولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرض، ومنهم أنه في ماله أين اكتسبه وأين وفيما أنفقه. فلازم نحن نكون عنا وعي بهذا المال. هلأ بدنا نتعرف شو هي الميزانية. أنا عم أقول ميزانية الأسرة، طب ان شاء الله بنجي المال باذن الله عز وجل رح نحكي ان شاء الله فيها. بنحكي نحن شو هي ميزانيه الاسره، او على شو بتعتمد ميزانيه، او شو هي الميزانيه بحد ذاتها كمفهوم. هو اسم مشتق من الميزان، ويقصد فيه التوازن. هو عموما كلمه ميزانيه هي دغري مباشره بتعطيكم موضوع التوازن ما بين الايرادات والمصروفات. بس يكون عندي توازن رح تكون عندي الامور تمام باذن الله عز وجل. هلا وراء اي شيء نحن بدنا نصنعه بالحياه، او اي شيء بدنا نسعى له، لابد انه يكون عندنا دافع اساسي بيجعلنا نهتم بهذا الموضوع. انا اخترت دافع اساسي واختصرته جدا، هو عندي دوافع كثيره، منها هذول الثلاثه اللي جدا مهمين واللي امرنا فيهم الله عز وجل بكتابه الكريم، ونحن رح نسعى الهدف الاساسي عنه. تمام، هي المعادلة بين الوارد المادي اللي بيجيني والمصروف يلي أنا بطلعه. هلأ عنا ثلاث آيات رح نذكرهم، يلي هن جدا مهمين لو قلنا وعيناهم نحن. وكلوا واشربوا، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآية الثانية: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. والآية الثالثة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وهون نحن صدق العظيم، وهون نحن بيتضح لنا موضوع يلي هو إن الله عز وجل جعلنا ضوابط، وجعلنا طريق محدد واضح صريح فيه السعادة أصلا، نحن فيه الارتياح المادي لو أنه نحن اتبعنا حق الاتباع. فأعطانا أول شيء إنه نحن نقدر نستمتع بالمال يلي عنا، بالأكل وبالشرب وبأي شيء بدنا إياه، ولكن بشرط عدم الإسراف. وأن الله عز وجل إنه رح نسأل نحن عن هذا النعيم يلي أعطانا يا الله عز وجل، وعطانا قاعدة أساسية نمشي عليها بالحياة، واللي هي إنه ما يكون
بخلاء بالمال اللي اعطانا اياه، ولا نكون كريمين زياده، يعني عنا يعني بسط اليد الى الاخر. فاي وارد مادي بيجيني ثاني يوم بكون صرفته، اي وارد مادي بيجيني ثاني يوم بكون صرفته. فهذا هدول احنا لو انه مشينا عليه تمام خير الامور اوس. هلا بعد ما نحن عرفنا الخطوه، عرفنا نحن هدفنا وعرفنا الميزانيه طيب انا هلا السؤال فورا اللي بيجي على بال، طب انا كيف بدي ابدا؟ هلا كثير مهم لنحصر المصاريف يلي عندي، ولاحصر هي المصاريف يلي عندي لابد من دفتر يعتبر دفتر مالي للاسره، واللي هو هذا دفتر صغير. كيف افهم؟ ان شاء الله رح تعملي مشروع، رح نعمل تحتملي مشروع صغير. هلا رح اوصل بالشريحه اللي بعدها او اللي بعده في هذا الموضوع. هلا كيف ببدا؟ هلا بدايه قبل ما اوفر وقبل ما اعمل الميزانيه وقبل اي شيء، انا بدي اعرف كيف مصروفاتي، كيف انا شو عندي. فاول شهر رح يكون وظيفتك انك حتجيبي دفتر وتسجلي عليه تماما اي شيء بتكت، اي شيء بتصرفيه، الهاتف، الكهرباء، المي، دواء من الصيدليه، ان شاء الله مثلا بسكوت من البقاليه، اي شيء. وفي اخر الشهر حنعمل اجتماع عائلي، هنعمل اجتماع عائلي ونشوف نفند نحن كم دفعنا على الضروريات وكم دفعنا حتى البسكوت. تمام، لازم حتى اصغر الامور، حتى لو قلم من المكتبه، لانه هي الامور البسيطه اللي حتخليني اعرف اضبط مصاريفي بشكل. يمكن تحسوها اول شيء وظيفه صعبه او مهمه صعبه بالبدايه، ولا لكن هي ممتعه جدا. اول شهر بيكون فيها شويه ضغط، ولكن فيما بعد بيكون عندك يعني بيكون عندكم مجال لانه لكثير اشياء تعملوها. تمام، انا كثير بحب موضوع ان تكون العائله بهذا الموضوع، العائله من اصغر فرد لاكبر فرد، حتى هذا بيساعدكم على ان تربوا الاطفال على يعني حتى الصغار بيتربى فيهم هذا المفهوم، وبيعرفوا انه نحن نصرف باعتدال، وكيف من يعني كيف نمشي بالمصاريف تبعنا. هلا الخطوات الاساسيه لاعداد الميزانيه، او هي خطوات لاعداد الميزانيه، كيف؟ اول شيء احصاء ايرادات الاسره، وقصدي بكلمه ايرادات واللي هي مو بس الراتب الشهري، لا، ولكن ممكن يكون عندي بيت عم اجره، ممكن يكون عندي سياره عم اجره، اي ايرادات بتجي للاسره انا بحصيها. بعد ما احصي هي الايرادات باخذ منها مقدار، حسب الايرادات اذا كبيره او صغيره، باخذ منها مقدار ما يعادل 30% كحل وسطي هو، او 20% للتوفير، او 10%. طبعا هذا الشيء انتم يلي بتقدروه، ولكن انا بشوف نسبه 30% هي نسبه جدا رائعه، بنشيلها على جنب من هذه الايرادات كلها ونعتبرها غير موجوده. تمام، هلا بيبقى عندي المبلغ، المبلغ اللي بقي عندي رح يتوزع ما بين ضروريات، كماليات، وللطوارئ. ممكن 20 كافي، هذا الشيء كل انسان بيقدره حسب هو الوارد اللي عنده، هو بيقدر هذا الامر. تمام، هلا انا بس ما بدي امشي شوي من شان الوقت، حابه كثير انه اخلص الموضوع كله. فناخذ للضروريات القسم الاكبر واللي هو تقريبا انا اعطيتكم هلا نسب تقريبيه واللي هو 60%. الضروريات هي تعريف الضروريات لحتى تعرفوا شو هي الضروريات، هي الضروريات انه الشيء يلي لا استطيع الاستغناء عنه بتاتا، يعني قسط السيارة انا ما بقدر الغي قسط السيارة، لانه لو لغيت قسط السيارة هذا الشهر رح يسحبوا مني السيارة. قسط المدرسة، لو اني انا ما دفعت قسط المدرسة رح مثلا يبعثوا لي انذار بفصل الطالب، فانا هون بدي اكون مقدر شو هي الضروريات، الضروريات هو الشيء يلي ما بقدر استغني عنه. اما الكماليات فهي مثلا انا بحاجة لنفرض طاولة للبيت او كرسي او او او، فانا بحاجة شيء ولكن انا استطيع العيش بدونه، استطيع العيش بدونه فترة مؤقتة من الزمن، ممكن اصبر شهر شهرين ثلاثة شهور وبعدين بجيبه. اما بند الطوارئ، بند الطوارئ بند مهم جدا، هلا رح تعرفوا اهميته لسه لقدام شوي، بس لازم يكون في عندكم بند للطوارئ لحتى يكون عندنا نحن ما نحتاج بقلب الشهر يعني مبلغ جديد نجيبه. مو بس للعزومات، ممكن مثلا اسعاف مستشفى طارئ، يعني ممكن يصيبني اي شيء طارئ بقلب الشهر ما اكون عامل له انا حساب.
هلا المشكلة الكبيرة اللي بيعاني منها الجميع، يعني أكبر مشكلة عم تعاني منها الأسر اللي هي الديون. الديون كيف بدي أتعامل مع لحتى أنا أقدر أعمل ميزانية وحتى أقدر أوفر وحتى أقدر أعمل مشروع مستقبلي إلي، لازم يكون عندي أنا تخلص ديون، ويلي إن شاء الله عم تسرع دلوقتي. أول شيء إيقاف الديون تماما، أي دين جديد بنوقف الديون. ثاني شيء إحصاء جميع الديون وترتيبها تنازليا، إيفاء الديون تدريجيا وبالترتيب من الأصغر إلى الأكبر. الاكتفاء بالمعيشة والاكتفاء بالضروريات، يعني حتى نقدر نوفي ديوننا لازم يكون عندنا معنا شيء. نحن ما نحا نحرم حالنا شيء، ولكن معلش طلعت مطاعم كثير بلاها، رحت ملاهي كثير بلاها، نكتفي فقط بالضروريات للحياة لحتى نقدر نحن نوفي الديون نوفي الديون ونخلص منها، حتى بعدين بيكون عندنا مجال اكبر. هلا التوفير والطوارئ، هون حيبين لك الموضوع. لما بيكون عندي خطه للتوفير وبيكون عندي خطه للطوارئ، رح نكون نحن اقوياء بمواجهه اي ظرف بمر فيه، اي مشكله بمر فيها انا رح يكون عندي انا ماده ما رح تخليني احتاج لاني استدين. نقتطع من المال، لو انه بيجيني انا بس راتب شهري بقتطع منه شهريا، او لو انه بيجيني مبالغ مثلا وارده مختلفه باخذ من الوارد إيمان وبشيل منه مبلغ على جنب للدير أو الطوارئ. هلا نحن بدي أحكي هون بس إنه عن الرزق، كيف بيجي الرزق بالنسبة للي قال إنه بده يجيني، كيف أجيني المال؟ طيب أنا ليجيني المال في عندي هدول السبع نقاط كتير مهمين رح أختصرهم بسرعة، اللي هو أول نقطة وأهم نقطة أساسية هي المكسب الحلال، لأن المكسب الحلال هو اللي فيه البركة وهو اللي فيه الرزق. فلو أنا مكسبي حرام، لو إني باخذ 10 أو 20 ألف بالشهر رح يخلصوا وما رح أتهنى فيهم، ما رح أكون سعيد. تقوى الله عز وجل، واللي هي جدا نقطة مهمة، قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العظيم. النقطة الثالثة من هي الاستغفار، وكلكم بتعرفوا انه قديش الاستغفار بيفتح الابواب، وبيفتح ابواب الرزق وبيفتح ابواب المجالات. قال الله عز وجل: واستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. صدق الله العظيم. يعني الله عز وجل جعل الاستغفار فيه مدد بالنار. ومن أهم الأسباب أيضا هي التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جدا سبب مهم وسبب يعني رئيسي. لا نهتم بالرزق، لا نهتم بالمال على ومهما الخالق يعني الرزاق اللي هو رزقنا، يعني هو بده يرزقنا نحن، هذا الجانب اللي يعني يكون فيه مشكلة ببعض الأسر، إنه بينسوا الله عز وجل، بينسوا الرزاق وبينتهوا بموضوع الرزق وتحصيل المال. النقطة الثانية اللي هي خربطة الترتيب، معلش اعذروني. النقطة كمان الصدقة، الصدقة رائعة جدا. فاللي بده يعني بركة برزقه وبركة بماله فعلا يتصدق، اجعل نسبة من أي مبلغ بتشتغلوا فيه أو بتشتروا، يعني نسبة بسيطة ولو مثلا 10 ريال من 200 ريال ما حتكون هي مشكلة أبدا. بالنسبة مثلا نكون على المصر أنا لأنه مقيمة بالرياض فعم بحكي بالرياض فما تلاحظوني شوي. وصلة الرحم، صلة الرحم من الأسباب الرائعة يلي كمان فيها الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أسره فليصل رحمه. وصلة الرحم ليست فقط في صلة الأقارب واللي من حب والأب والأم، بل هي أن تصل من قطعك، أن تصل من قطعك، وهذا هو مفهوم صلة الرحم الأساسي. وآخر شيء الدعاء، واللي هو جدا مهم بالرزق والميزانية والتوفير وكل أمور الحياة. والله عز وجل قال: ادعوني استجب لكم، وهذا وعد الله وعد حق. وبدي يكون عندي يقين وثقة بأمر الله عز وجل بأنه الله وعدني والله أحيي في هذا الوعد، وأنا عندي هذا اليقين، ونتكل على الله عز وجل ونبدأ خطواتنا. و...
بإذن الله عز وجل إن اللي بينفذ هي الخطوات رح فعلا يلاقي بركة برزقه، حتى لو ما زاد الراتب أو ما زاد الوارد المادي، لكن بإذن الله عز وجل رح يلاقي فرق بإنه هذا الوارد نفسه صار فيه بركة، وصار هو قادر من خلاله إنه يخلص كل التزاماته بإذن الله عز وجل. شكرا شكرا كثير لكم، شكرا للمعهد وشكرا للأستاذة، وعن جد أنا كثير سعيدة فيكم، بتمنى ان يكون فضتكم وما تواخذوني اذا استعجلت شوي، ولكن انا فعلا كنت خايفة من موضوع الوقت كتير، وكنت حابة اني اقدم الموضوع كاملا بالوقت اللي متاح، واذا في اي سؤال تفضلوا او اذا خلص وقتي رح انسحب. وشكرا شكرا كتير لكم، جزاكم الله خير. ما شاء الله بالتوفيق يا آلاء. طبعا يعني ما شاء الله انت خدتي على الوقت 6 دقائق كمان طبعا، لان لاحظت ان كله قال لا خليها تكمل، الموضوع شددنا والكلام ده كله، بس ما شاء الله عليك رائعه ومتميزه جدا. يعني انا عايزه اسقف لها كده تسقيفه جامده جامده جامده. موضوع طبعا رائع ومتميز، ما شاء الله شدتنا كلنا، عملت عمليه جذب للجمهور كده. هي اي نعم كانت مطنشه اسئلتنا شويه، بس علشان هي كانت ملهوفة أكتر على أن هي تخلص الموضوع. أتمنى لك طبعا التوفيق، بس طبعا لازم تاخدي بالك من المتدربين اللي معاكي وأسئلتهم، ده البعد كده إن شاء الله كمان. يعني هتحاولي أن أنت تشوفي أسئلتهم، تحاولي أن أنت برضو موضوع الوقت أن كل حاجة حاولي تجهزي لها، يعني مثلا يعني أي دورة تجهزيها تحاولي تجهزي لها تحددي لها الوقت المتعلق بيها، زي ما احنا ما قلنا ان احنا قلنا مثلا دلوقتي ما انت هتقدمي حاجه في 10 دقائق، حاولي توصلي فكرتك في 10 دقائق تمام. فموضوع الوقت ده مهم طبعا، لان في حاجات انت ما تبقيش متحكمه فيها بعد كده، فبتضطري ان انت لازم تكوني ايه، لازم تكوني ملتزمه بوقت معين لكل حاجه لحاجتها تمام. طبعا بتمنى لك التوفيق، ما شاء الله عليك، ربنا ينفع بك يا رب، وان شاء الله منتظريني في أكاديمية الجيل الجديد بدورة كاملة متكاملة عن الميزانية ان شاء الله. لا ما احنا عايزين برضو، بما انك دلوقتي مدربة يا آلاء، المفروض ان انت تشيلي موضوع التوتر ده من دماغك، مفيش حاجة اسمها حاجة توترني او الوقت يوترني او الكلام ده كله تمام. فانسي موضوع التوتر ده نهائي، يعني زي ما بدأتي قوية وبدأتي عندك ثقة بنفسك وصوتك قوي، ما شاء الله عليكي، فتكملي على كده، ما تتوتريش ما تقلقيش من الكلام ده كله. ما فيش صوت يا صابرينا، اتفضل استاذة ابتسامة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا كما علمت إبراهيم، وفهمنا كما فهمت سليمان، أما بعد، أول نقطة أحاول أعرف نفسي، أنا المدرب عبد الصمد عمري، حاصل على الكفاءة في الحقوق، كذلك دبلوم في الفندقة تخصص طبخ، دبلوم في المحاسبة العامة، دبلوم كذلك في الإعلاميات، وحضرت مجموعة من الدورات في التنمية البشرية، وأشتغل، أنا مغربي الجنسية وأشتغل في السعودية في مكة. بالنسبة لدورة اليوم إن شاء الله ستكون حول موضوع التغيير. فبالنسبة للتغيير، قبل أن نتحدث عن التغيير، أحب أن أعرف من الإخوة ما هو التغيير بالنسبة لهم. أيوة تفضلوا. أيوة جيد، تغيير حالي إلى حال أفضل. أستاذ إمام، نعم، انتقال من حالة إلى حالة أحسن، نعم نعم جيد 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 جدا. يعني كل ما قلته تقريبا جيد. إذن التغيير هو
الانتقال من حالة في الواقع إلى حالة مأمولة، يعني باختصار. وقبل أن نتعمق في التغيير، أحب أن نتحدث عن أهداف الدورة أو النقط التي سنتحدث عنها في هذه الدورة. من هذه الأهداف هناك سنتحدث عن ماذا نقصد بالتغيير، لماذا التغيير، وكيف التغيير. وقبل أن نتحدث عن هذه النقط، أن أطرق إلى قصة ألخص فيها جميع النقط التي تتحدث عن التغيير. وهذه القصة طويلة شيئا ما، ولكن سأحاول أن أختصرها حتى نأتي على الأهم، ثم كذلك فعمر بن الجموح عمرو بن الجموح هذا هو كان من في العصر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كافر وكان له أبناء دخلوا الإسلام وأرادوا أن يكون والدهم كذلك في الإسلام معهم، ولكن مع تشبت والدهم بعقيدته الخارجة عن الإسلام كان له صنم، وهذا الصنم نحته بيده اسمه مناف، وكان هذا الصنم بالنسبة له إله الخاص يعبده في كل وقت، عندما يستيقظ في الصباح، وكذلك عندما يخرج من البيت، عندما يدخل في أي وقت كان على تواصل مع هذا الصنم. ولكن أبناؤه كانوا دائما يخافون عليه وكانوا يحبون أن يكون معهم في الإسلام. وفي مرة من المرات حاول أبناؤه أن يأخذوا له هذا التمثال ويضعوه في بئر مليء بالقارورات ومليء بالأشياء الكائهة حتى يجعلوه يبتعد عن هذا الصنم. ولكن مع ذلك جاء مرة ثانية ورفع الصنم من القادورات ونظفه، ثم بدأ يعبده كما كان من قبل. وفي يوم من الأيام أعادوا أبناءه الكرة مرة ثانية، ولكن بأن وضعوا على عنقه كلبا ميتا، وحاول الأب كذلك عندما أخذه مرة ثانية ونظفه ووضعه، وفي هذه المرة وضع عليه كذلك سيف في عنقه وقال له أن يحمي نفسه إذا تعرض إلى مكروه. لكن المشكلة هو أنه رجع فوجد هذا التمثال موجود في القادورات. فهنا في هذه اللحظة اعترف هذا العمرو بن الجموح بأن هذا الصنم ما دام لا يستطيع أن يحمي نفسه فهو لا يستطيع أن يحمي نفسه، فإنه لا يكون معبودا. وفي هذه الوقت دخل الإسلام وفرحوا أولاده بهذا التغيير وأصبح ملتزما بتعاليم الدين وأصبح مسلما متصفا بالصفات الحسنة، حتى أنه أصبح من المجاهدين وأصبح كذلك يحب أن يدافع عن الإسلام. ولولا أن سنه الكبير وعجزه عن وعجزه عن مواصلة كذلك اسمحوا لي بس متوتر شيئا ما
فعمر بن الجموح عندما دخل الإسلام أراد أن يكون له بصمة، فاستطاع أن يساهم في غزوة بدر، وكان من الشهداء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه كلمة، وهي أن أمل يعني كان دائما يحب أن يكون له بصمة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا العجوز الذي كانت رجله عرجاء استطاع أن يحقق أمله وأصبح شهيدا في غزوة أحد، وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني أرى عمرو بن الجموح يطأ الجنة بعرجته، ويتحقق أمل وأمنية عمرو بن الجموح، فما سر تحول وتغيير عمرو بن الجموح؟ فالسر تغيير عمرو بن الجموح هو الإيمان. الإيمان، ونقصد هنا بالإيمان هنا هو الإنسان يجب أن تكون عنده فكرة يؤمن بها حتى النخاع. أكيد سيأتي يوم وتطبق هذه الفكرة وتحقق فتكون في يوم من الأيام كيانا ووجدانا له. الآن سنحاول أن نجيب عن الأسئلة الثلاث. عن أي تغيير نتحدث؟ فأنا أحب أن أسأل الإخوة أن يقولوا لي عن أي تغيير نتحدث، ما هو التغيير الذي نتحدث عنه؟ أريد مساهمات منكم. الآن سنحاول أن نجيب. نعم، تغيير في أسلوب الحياة. الآن سنحاول أن نجيب عن الأسئلة الثلاث. وطبعا بالنسبة للأستاذ عبد الصمد، طبعا الوقت انتهى بقاله دقيقتين. الله يخليك. بالنسبة للأستاذ عبد الصمد، يعني ما شاء الله خد تقييم مباشر على طول من الأستاذ سعيد، إن هو إن عرض يعني دورة باللغة العربية ده ليس سهلا، يعني طبعا ده شيء كويس، لأن اللغة عموما بتقرب المفاهيم، لكن اللهجة بتفرق كتير. فطبعا أكيد اللغة طبعا شيء كويس، سواء كانت لغة عربية أو إنجليزية، أهم حاجة اللغة تكون لغة صحيحة، لغة صحيحة ومفهومة، مش بيتكلم بلهجة. أستاذ أمين، يمكن الموضوع حلو، بوينت حلو، القصة أخذت وقت كتير بس. ولكن أستاذ عبد الصمد هو عموما ركز على إن إيه، على إن الموضوع، إن القصة هي اللي فيها الفكرة اللي هو عايز يوصلها، ودي كانت نقطة برضو مهمة. هو عايز يوصل لنا الفكرة بتاعته بالقصة، هو قال كده، يعني هو قال إن هو يوصل الفكرة بتاعته بالقصة. لكن طبعا يعني ايه استاذ عبد الصمد، ان حضرتك تاخد برضو بال حضرتك من موضوع الوقت، اسئلتنا، ان حضرتك برضو تاخد بالك من اسئلتنا، يعني حسن ان حضرتك ما كنتش مهتم بينا كمتدربين شويه، تمام، وبرضو ايه ان حضرتك تاخد بالك من المتدربين، يعني تعرف في تغذيه مرتده ولا لا، هم فاهمين حضرتك ولا لا. لكن بصراحه ما شاء الله حضرتك بدات قوي. بعد كده جيت اتلجلجت شويه وقلت لنا ان حضرتك متوتر، مع ان حضرتك لو وصلت لمرحله التوتر المفروض ما تقولناش، يعني ايه ما تقولناش، او لا يعني المفروض ايه، المفروض حاجه زي كده احنا ما نحسش بيها، او احنا مثلا يعني ممكن تقول مثلا طب ثواني يا جماعه لحظات او ايه، لكن ما تقولش انا متوتر، يعني حضرتك متوتر ودي يعني قلنا ماشي، ان حضرتك تثبتها، ان حضرتك تعمل اثبات ان انا متوتر، دي برضو طبعا صعبة على المدرب، ما ينفعش المدرب يقول ان انا متوتر، او طب ازاي وانا مثلا بتعلم من حضرتك و فطبعا ايه المفروض ناخد بالنا من النقطة دي، احنا كلنا. وطبعا في النهاية احنا بشر، والعمل الانساني طبعا كمان لله وحده،
طبعا بتمنى لحضرتك التوفيق طبعا، ولكن ما شاء الله حضرتك يعني يعني مواصل جيد للمعلومة، وطريقة الشرح ما شاء الله تمام ما شاء الله. طبعا زي ما استاذ محمد رشدي قال لحضرتك، الناس لازم يكون عند حضرتك ثبات انفعالي، ما تهتزش ايا كان ايا كان. العفو يا استاذ عبد الصمد، العفو، احنا هنا كلنا بنتعلم من بعض برغم صعوبة الحديث باللغة العربية إلا إنه واصل. جميل جدا. إن هو وصل لنا الفكرة والقصة بشكل جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. قبل أن أبدأ أعرفكم بنفسي، أنا صابرين من تونس. أنا صابرين من تونس، متحصلة على الإجازة التطبيقية في الفيزياء، طالبة ماجستير بحث في الفيزياء. موضوعنا اليوم سيكون وقفة مع موضوعنا اليوم سيكون وقفة مع النفس. علم النفس إسلامي هو علم مرتبط بذات الإنسان، فإذا اتصل الإنسان بالله عز وجل حقق ذاته، وإذا انقطع أصيب باضطراب نفسي. طيب، علم النفس الإسلامي يتطرق إلى حالة الإنسان في كل ظروفه النفسية التي تعترضه في حياته اليومية، سواء كانت يأس أو إحباط وغير ذلك. لذلك فإن القرآن الكريم تطرق في عدة مواضع إلى ذكر النفس البشرية. طيب، حسب رأيكم ما هي أنواع النفس البشرية؟ ممكن مشاركة؟ ما هي أنواع النفس البشرية؟ طيب أستاذ محمد، طيب بارك الله فيك. أنواع النفس البشرية هي أولاً، طيب أستاذ إيمان، أستاذة غزالة، طيب أحسنتم. أنواع النفس البشرية هي النفس المطمئنة، النفس الذكية، النفس اللوامة، والنفس الحاسدة، والنفس الآثمة الأمارة بالسوء. سنصنف ونتطرق إلى كل نوع من هذه الأنفس. سنبدأ بالنفس المطمئنة. حسب رأيكم ما هي صفات النفس المطمئنة؟ طيب أستاذة أماني، أنتم بوركتم جميعا. طيب، النفس المطمئنة هي النفس التي عرفت ربها واطمأنت إليه، اطمأنت إلى أسمائه الحسنى وصفاته، اطمأنت إلى وعده ووعيده، اطمأنت إلى جنته. هل الصوت واضح؟ هي النفس التي اطمأنت إلى وحدانية الله عز وجل، هي النفس الراضية فالنفس عند الملائكة ولا تصحب في المقائد ولا
تغالي في الفرح والبهجة، بل هي نفس ساكنة في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. هذه هي النفس المطمئنة جميع صفاتها. النفس الزكية. النفس الزكية هي نفس طاهرة من كل دنس، من كل عيب، تحب الآخرين وتؤثرهم على نفسها، صداقة لفعل الخير، تساعد الآخرين. هي نفس ذكية، تعطي عليها وتأخذ مالها من دون أن تظلم. وكما ذكرت في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأيضا ذكرت في سورة الكهف: أقتلت نفسا زكية بغير ذنب لقد جئت شيئا نكرا. هل هناك شيء غير واضح أم أكمل؟ طيب، نمر إلى النفس الثالثة وهي النفس اللوامة، النفس التي تحاسب صاحبها على أعماله. هي نفس أثنى الله عليها، هي نفس المؤمن يطيعه في الذنب ثم تلومه عليه، تلومه من الإيمان. صحيح أستاذ إيمان، هي نفس ضميرها صاحب أني نفسها إن أخطأت. بخلاف الشقي فإنه لا يلوم نفسه على ذنبه. يجب على كل مسلم منا أن يكون لواما، يسأل نفسه دائما إن أخطأ، يحاسبها في الدنيا حسابا عسيرا حتى يكون حسابها يوم القيامة يسيرا. يحاسب نفسه على النظرة، يحاسب نفسه على الكلمة. قد ذكرت في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. طيب أستاذة آلاء، تفضلي. نمر النفس الرابعة وهي النفس الحاسدة. النفس الحاسدة هي النفس البعيدة عن الله عز وجل، تحسد الآخرين ولا تحب الخير لغيرها، يملأها الكره والبغضاء. نمر إلى الشريف الأمارة. النفس الآثمة هي نفس ظالمة متجبرة مخادعة غير صادقة مستكبرة وخيلة، هي نفس أمارة تقع فيما حرم الله. وقد ذكرت في سورة يوسف: إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. ختاما ممكن أسألكم سؤال يعني استاذنا، يا ترى اين انفسي انت؟ لم اكن استاذ نادر. طيب، ممكن أسألكم، يا ترى أي الأنفس أنت؟ راجع نفسك؟ طبعا أستاذ الإيمان، كل شخص فيه كل هذه الأنفس لكن بدرجات متفاوتة، والإنسان هو يقدر على التحكم في ذاته. طيب، أسئلة؟ اللهم امين.
بارك الله فيكم على أرجو أن أكون خفيفة الظل. شكرا لكم جميعا. هذه المراجع من سورة النابلسي للعقيم الإسلامية وكتب المصطفى وقال علم النفس لطبيب محمد راتب شكرا لك يا اختي صابرين. ما شاء الله عليك. بالنسبه لعرض الباوربوينت رائع جدا، الصور متماشيه جدا مع الكلام، معبره جدا حقيقي. ممكن بس احنا ناخد بالنا برضو من موضوع ان الكلام بتاعنا يبقى الكلام بتاعنا ما يبقاش على وتيره واحده، لازم نحاول احنا نغير في نبره الصوت. كنت حاساكي متوتره شويه، ده كان احساسي، كنت حاسه ان انت متوتره شويه، لكن ما شاء الله عليكي متمكنه من الموضوع، كنت واخده بالك من الاسئله، خلصتي التزمتي بالوقت بتاعك، بقيتي يعني حتى لما خلصتي كمان وباقي كان باقي دقيقه بدات تسالينا تقولي ان عنده سؤال. طبعا استاذ ايمان بيدافع علشان اول مره، طبعا انا مقدره، طبعا مقدره موضوع ان اول مره. ما تقلقوش يا جماعه، انا مقدره المواضيع دي كلها، يعني اول مره ودي يعني، ولكن زي ما قلنا احنا بنقول ان احنا ناخد بالنا من ايه، ناخد بالنا من ايه، ناخد بالنا من كيت وكيت وكيت وكيت، تمام. يعني الاداء ماشي تمام، لازم ان احنا نخلي بس ايه موضوع بس ان احنا نبرات الصوت بتاعتنا تبقى برضو، لازم نغير في نبرات الصوت، نحاول نشد اللي قدامنا اكتر، تمام. لكن هذا لا يعني ان مثلا ما فيش جهد او لا، جهد رائع، التنظيم كويس جدا، الصور متماشيه مع الكلام جدا، طريقه الشرح يعني احنا بنفهم من طريقه شرحها، ولكن احنا بنتعلم كلنا بنتعلم من بعض. انا برضو هاخد بالي اقول لا، عشان ايه مثلا انا لو مشيت على وتيره واحده يا هند، لا انت كده مثلا لا، فببدأ ان انا اتعلم لاخد بالي، تمام. لكن ما شاء الله يعني رائع جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطا او نسيان فمن الشيطان. والسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.